إلى اليمن الآن، فلقبائل صعدة دور أساسي في تحرير اليمن من هيمنة الميليشيات الحوثية الموالية لإيران. مشايخ القبائل طالبوا التحالف العربي باستمرار عملياته حتى هزيمة المتمردين، وقد أعلن التحالف بدوره استمرار التعاون معهم في صعدة لهزيمة الميليشيات، معلنا أن الجيش الوطني بات على مسافة كيلومترين من باقم. من جهة أخرى، قال التحالف أن المتمردين يواصلون انتهاك حقوق اليمنيين ويستمرون بتجنيد الأطفال وإرسالهم للمشاركة في المعارك على الجبهات. الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي يضيق الخناق على ميليشيات الحوثي في معقلها الرئيس محافظة صعدة، عملية عسكرية تطلقها قوات الجيش في جبهة جديدة، والهدف هذه المرة مواقع المتمردين في مديرية شدا غربية محافظة صعدة، وعلى إثرها نجح الجيش في تحرير مواقع استراتيجية في المديرية، فيما يخوض مواجهات مع عناصر الميليشيات في مديريات الظاهر وباقم والبقع واكتاف ورازح بصعدة. وأمام هذه التطورات الميدانية، يخرج التحالف العربي ليتحدث عن تعاون مع مشايخ قبائل صعدة للتصدي لميليشيات الحوثي. هناك تعاون ما بين كافة القوات المشتركة للتحالف وشيوخ وأبناء محافظة صعدة. الاجتماع الأول اللي كان في تقريبا في 26 شعبان كان بين سمو قائد القوات المشتركة والقيادة المشتركة مع شيوخ وأعيان محافظة صعدة، ولكن هناك الكثير من شيوخ القبائل والذين موجودين بالداخل اليمني وفي محافظة صعدة ويعملون مع أخوانهم الشيوخ اللي موجودين معنا، ولكن حفاظا على سلامتهم لا يمكن الإعلان عن أسمائهم. هي ليست اتفاقيات بين قيادة القوات المشتركة، ولكن هو عمل مستمر وآلية لما بعد العمليات العسكرية وكذلك لتحرير محافظة صعدة من الميليشيا الحوثية. وجهاء ومشايخ صعدة خرجوا ليؤكدوا أن المتمردين لا يمثلون محافظتهم، مشيرين إلى أنهم يرفضون التدخل الإيراني. صعدة يمثلها أبناؤها وأقيالها، صعدة تقاوم للبقاء على عروبتها، لا تمثلها الميليشيات الإيرانية، ولا ترضى بالتدخل الفارسي، ولا تمثلها أجندة إيران التي حولتها إلى أداة من أدوات القتل والإجرام وإقلاق الأمن والجوار. وفيما أكد مشايخ صعدة على عروبة محافظتهم، طالبوا التحالف العربي بمواصلة العمليات العسكرية حتى تحرير كامل تراب اليمن من ميليشيات الحوثي الإيرانية. معنا الآن من الرياض رئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظة صعدة الشيخ عبد الخالق بشر. شيخ عبد الخالق مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتابع ما يجري في صعدة تحديدا وفي اليمن بشكل عام، ولكن أود منك أن تشرح لنا اليوم الوضع، وضع القبائل في صعدة، موقفهم من ما يجري هناك من ميليشيات الحوثي تحديدا، الضغوط التي ربما تكون تمارس على هذه القبائل. ضعنا في صورة الوضع القبائلي والعشائري في محافظة صعدة بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نمسي عليك أخي محمد وعلى السادة المشاهدين. أبناء صعدة كغيرهم من أبناء القبائل اليمنية الذين عانوا وتجرعوا من ويلات حروب الميليشيات الحوثية، إلا أن أبناء صعدة الفترة الزمنية التي قضوها في الصراع مع تلك الميليشيات جعلتهم الأكثر مرارة والأكثر تحملا والأكثر معاناة من ميليشيات المد الصفوي الحوثي، الذي أتى دخيلا على أفكارنا ودخيلا على معتقداتنا ودخيلا على عاداتنا ودخيلا على تقاليدنا. أخي الكريم، نحن من قبل 2004 ومن بعد 2004 جزء لا يتجزأ من الحرب من الشرعية الدولية الشرعية المعترف بها في حينه في قتال تلك الميليشيات التي أدخلت مفاهيم وغيرت معتقدات جديدة وبدأت بتمسيك النسيج الاجتماعي اليمني في محافظة صعدة. واليوم نحن أيضا جزء من القبيلة اليمنية التي تسعى وتعمل على تحرير مناطقها. أخي الكريم، اليوم 4 محاور في محافظة صعدة فيها أكثر من 6 جبهات تباشر عملها وتحاصر الميليشيات الحوثية في معتقل في 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 مراكزها وفي كهوفها في محافظة صعدة. اليوم أبناء محافظة صعدة كغيرهم من القبائل اليمنية هبت لاستقبال الجيش الوطني الذي أبناء صعدة جزء لا يتجزأ من هذا الجيش، وأخواننا
في الجيش الوطني من أبناء محافظة صعدة في قيادات المعسكرات وأفراد في المعسكرات ومشتركين في الجبهات سواء في محافظة صعدة أو في الجبهات الأخرى. طبعا كما أسلفنا بالنسبة لمعنا أبناء محافظة صعدة فقد عانوا الشيء الكثير كون الميليشيات قد بدأت فرض حصار على أبناء صعدة من 2009 وإلى اليوم، وهناك أسر وشخصيات اجتماعية لم تعود إلى محافظة صعدة ولا زالت مهجرة ونازحة من تلك الفترة وإلى اليوم. نحن اكتوينا اكثر من غيرنا من صلف الميليشيات ومن صلف التدخل الايراني الذي حاول ان يجعل محافظه صعده ارض خصبه لعمليه اقلاق امن للمنطقه بشكل عام ولارض الجوار في المملكه العربيه السعوديه بشكل خاص، وقد سعينا جاهدين الى منع ذلك التمدد بالامكانات المتاحه لنا في حينه والى الان، ونحن جزء وسنقف سدا منيعا امام ذلك التوسع بإمكاناتنا التي نمتلكها وبالدعم الذي نحصل عليه من قوات التحالف ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية. طيب. يعني أوضح أيضا بأن التدخل الإيراني الذي أوصل محافظة صعدة والأرض اليمنية، محافظة صعدة أخي كانت السلة الخضراء للجمهورية اليمنية وكانت أكثر محافظاتها ازدهارا وغناء لأنها محافظة زراعية بامتياز. الآن تحولت القرى والعزل إلى مناطق أشباح، مناطق حرب صنعت منها تلك الميليشيات محطات لانطلاق الصواريخ، وصنعت منها مواقع للتدريب على زراعة الألغام وعلى القتل وعلى فغيرت النسيج الاجتماعي وحولت محافظة صعدة إلى محطة انتقام تضر بها دول الجوار وتضر بها إلى العروبة وإلى العرب وإلى القبائل اليمنية. ومن محافظة صعدة تحاول أن تجعل المحافظة كأنها الممثل الشرعي والوحيد لها، وهذا الذي حرصنا عليه في مؤتمرنا اليوم وفي المؤتمرات السابقة بأن أبناء صعدة هم من يمثلون صعدة وهم أصحاب. دعني أسألك عن هذه النقطة شيخ عبد الخالق إذا سمحت لي، يعني نحن دائما في الإعلام عندما نتحدث عن محافظة صعدة نقول وبشكل يعني نكرر هذه العبارة، صعدة المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي. أود أن أفهم منك مدى التأثير الذي تمارسه والنفوذ الذي تمارسه هذه الميليشيات على القبائل في صعدة اليوم، إلى أي مدى هناك بالفعل نفوذ بين على الأقل بعض هذه القبائل في محافظة صعدة؟ الميليشيات الحوثية تفرض على أبناء محافظة صعدة وعلى أبناء القبائل اليمنية بشكل عام، إلا أنها في صعدة بشكل خاص تفرض أشد أنواع الإرهاب أخي الكريم. المديريات والعزل والقرى محاصرة ومرصودة في تحركاتهم، في معتقداتهم، في ممارستهم الشخصية، في كل حركاتهم وسكناتهم. لا يظن الظان بأن أبناء محافظة صعدة تمثل الحوثيين وأنها حوثية بامتياز. هذا الشيء الغلط. نحن نريد أن نوصل رسالة بأن من يمثل صعدة هم أبناء صعدة، إلا أن الجبروت والصلف الذي تستخدمه الميليشيات من القمع والتنكيل والتهجير والقتل والتفجير وتدمير المنازل ومصادرة الحقوق جعلت الكثير من أبناء القبائل في حالة جمود وفي حالة سكوت مؤقت حتى تصل إليه قوى الشرعية. أخي الكريم، ما وصلت الشرعية وقيادة التحالف إلى منطقة من المناطق إلا خرج أبنائها يهللون ويستبشرون بالنصر الذي أتى بوصول الجيش المطني. والمناطق التي سيصل إليها الجيش المطني في صعدة حكمها حكم المديريات الأخرى في عموم الجمهورية اليمنية، ستستقبل الجيش الوطني وستكون جزء لا يتجزأ من هذا الجيش وستعمل على تحرير مناطقها. لكن الكبت الحاصل والوضع الراهن بأن صعدة مغلقة وهي سجن مفتوح تمارس فيها الميليشيات، تلغي فيها الحقوق وتساطر فيها الحريات، لا يستطيع حتى أبناء صعدة أن يشاركوا بأي شيء يعني خلاف ما تريد تلك الميليشيات. فلذلك نحن نحكم على تلك المناطق وتلك القبائل التي يسيطر عليها الحوثيين بأنها في حالة وضع مأساوي وفي حالة وضع إنساني أيضا. طيب. سوطرت فيها الحقوق، سوطرت فيها المرتبات، لا يوجد تعليم، لا يوجد صحة، لا يوجد شيء، تحولت إلى مناطق شبه أشباح. يجب على العالم أن يتدخل، يجب على العالم أجمع، يجب على المنظمات الإنسانية أن تنزل إلى صعدة وأن تنزل إلى معاقل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات وترتكب فيها أبشع صنوف التعذيب. الآن أخي الكريم، عشرات بل مئات السجون الغير معروفة والغير معلنة في الكهوف. طيب. في الجبال،
تمارس فيها أشد أنواع طقوس التعذيب لأبناء صعدة وغير أبناء صعدة من قبل الميليشيات الحوثية، فالعالم كله يسكت على تلك الجرائم. طيب شيخ عبد الخالق، دعني أسألك في الوقت المتبقي إذا سمحت لي، اليمنيين أيضا في محافظة صعدة كما نعلم الكثير من القيادات إن لم يكن كل قيادات هذه الميليشيات موجودة في 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 صعدة، ليس هذا فقط وإنما هناك مخازن أسلحة، مخازن صواريخ، الكثير من الأسلحة الثقيلة التي تملكها هذه الميليشيات موجودة في محافظة صعدة. كيف يتم التعامل من قبل العشائر مع هذا الوضع، أن يعني محافظة صعدة تحولت إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبيرة؟ أولا محافظة صعدة أخي الكريم هي بالنسبة لمساحتها مترامية الأطراف وكبيرة، ويوجد بها مناطق خالية وغير مأهولة من السكان، ويتواجد بهذه المناطق كهوف وأدغال استطاعت الميليشيات أن تصنع منها مناطق تجميع ومناطق تدريب ومناطق تخزين، وأيضا استغلت قربها من المملكة العربية السعودية على أساس أن تتمكن من إرسال مقذوفاتها من المناطق المجاورة. ولكن أبناء محافظة صعدة لا يعول عليهم الله كما يعول على أبناء القبائل اليمنية، وكل قبيلة الآن تحاول أن تعمل حلول لطرد والانتفاضة على الميليشيات، إلا أنهم بحاجة دعم من الخارج، دعم دولي ودعم محلي ودعم إقليمي، لأن الميليشيات تمتلك دعم إيراني متطور، كافة أنواع الأسلحة، المدربين، كل الإمكانات العسكرية موجودة، وقد أصبحت منطقة محافظة صعدة كمنطقة تدريب أيضا، يأتي إليها المدربين من الخارج ويمارسون عملهم بتدريب الميليشيات الصغيرة وتعليمهم كيف يصنعون المتفجرات وكيف يفجرون المباني وكيف يهدمون المساجد. يا أخي الكريم، نحن بحاجة وقفة دولية صادقة مع أبناء محافظة صعدة ومع أبناء اليمن. نلاحظ أخي الكريم الآن اهتمام كبير، وهذا ما أريد أن أعرج عليه في لحظات، اهتمام كبير بمحاولة إيقاف التقدم الجيش الوطني على محافظة الحديدة، وهذا له أيضا أثره على الجبهات في محافظة صعدة. أخي الكريم، الميليشيات الحوثية دائما كلما حلت بها النوازل وبدأت تتقهقر وتنسحب، نشاهد أصوات تنادي بضرورة إيجاد مبادرات سلمية لإيقاف الحرب. لماذا لم تأتي تلك المبادرات التي تناشد الأمم المتحدة بها على المعارك القائمة في تعز وتعز يقتل فيها مئات وعشرات يوميا؟ لماذا لا تأتي تلك المبادرات على الوضع الراهن الآن في محافظة صنعاء؟ لكن كأن هناك من يسعى لعدم تسليم محافظة الحديدة للقوات الشرعية التي تعد المتنفس الأوحد للميليشيات. طيب، ولدخول الصواريخ ولدخول المدربين الإيرانيين ولدخول الدعم الخارجي الذي أتى وتم ضبطه في سفن تحمل شعارات الأمم المتحدة. نعم. أخي الكريم، شكرا جزيلا لك الشيخ عبد الخالق بشر رئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظة صعدة، كان معنا مباشرة من الرياض.